السلام عليكم متتبعي الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير ان شاء الله. الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده، واموركم ان شاء الله تكون كلها بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم، الوصفه ديالنا غتكون عباره عن تحضير قهوه الكابوتشينو في المنزل، اللي كتكون جد وصفه رائعه صراحه ومجربه اكثر من مره، وهي القهوة المعتادة عندي في البيت. كتجي مختلفة على القهوة اللي كنحطو حبوب مع الحليب فاش كنبغيو نقدموها للضياف أو لنفوسنا. بطبيعة الحال كتنحصر لينا المكونات ديالها في ثلاث مكونات، وطريقة التحضير ديالها كتكون أكثر من سهلة كيف ما غتشوفوا معايا إن شاء الله في هذا الفيديو. وكيف ما كتشوفوا راه فاش كنحركوها في الكاس ديال الحليب ديالنا راه كتعطيه واحد الرغوة زوينة، والمذاق حتى هو كيجي مبدل على القهوة العادية. وان شاء الله غنخليكم في الفيديو مع المكونات ديال هاد القهوة هادي وكذلك طريقة التحضير، بقوا معايا. وباش نوجدو هاد القهوة ديال الكابوتشينو المنزلي غنحتاجو كاس لاروب من القهوة ديال القهوة سريعة الذوبان، غنحتاج كاس لاروب ديال السنيدة، وكاس لاروب من الماء العادي. ودابا غندوزو لطريقة التحضير. غنجيب الإناء فاش غنمزج في خليط كامل على هذا الشكل، هذا غنضيف القهوة غنزيد عليها كاس لاروب ديال السنيدة، غنزيد عليها كاس لاروب ديال الماء. انا بالنسبه لي استعملت كاس لاروب، بغيتو تضاعفوا الكميه ديروا كاس، المهم ان نفس القياس ديال القهوه هو ديال السنيده هو ديال الماء. ودابا غنجيب الطراب الربائي، غنطرب المزيج كامل بهذه الطريقه هذه تيضاعف الحجم ديالو ولي بحال شكل كريمه. الخليط غادي معايا مزيان، غنبقى مستمره في التحريك حتى نوصل للقوام ديالو النهائي ونرجع معاكم. القهوه ديالي ها هي وجدت كيف كتشوفوا، رجعت لي فحال كريمه. يمكن لي هاد الكريمه هادي انا بعدا كنحتفظ بها في الفريغو في المجمد، ووقت اللي بغيت كنهز القياس ديالي وكنوضعو في واحد الاناء اللي كيكون زويون يعني محدق، وكنوضعها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا.
في كاس تقريبا يكون زويون بحال هكا. ودابا غندوزو للتقديم ديال الوصفه ديالنا اليوم. ومن بعد ما خديت القياس الكافي من هاد القهوه هذه اللي غادي يكفاني، هاد الخليط اللي بقى ليا غدا نجيب واحد البواطه اللي غتكون محكمه الاغلاق، غنوضع فيها الخليط كامل اللي بقى ليا من هاد الخلطه هذه، وغادي نوضعه في المجمد وغيبقى ليا لاطول مده حتى يسال الخليط ديالي ونعاود وحده اخرى. صراحه كتجي بنينه وكتعجبني هاد الوصفه هذه. انا اصلا من عشاق القهوه، ولكن ملي كندير على هاد الطريقه هذه كتعجبني اكثر، وحتى الضياف ديالي اللي كيجيو عندي وكنقدمها ليهم كتنال الاعجاب ديالهم. وكنقدم الوصفه ديالي على هذا الشكل. هذا القهوه ديالي كيف ما كتشوفوا كتجي على شكل كريمه، يمكن لي نحضرها في البيت وكتبقى لي اطول مده ممكنه، يعني المده طويله كنقدمها على هذا الشكل. هذا القهوه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا. وكنقول لكم وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو، كنقول لكم ما تردوش باش تجربوا هذه القهوه هذه ديال الكابوتشينو، قهوه الكابوتشينو في المنزل. كنتمنى الفيديو ديالي يعجبكم ديال هذه الحصه هذه، ولا عجبكم الفيديو ديروا ليه لايك وما تنساوش تشاركوا معايا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنساوش كومونتيو ليا في كومونتير. والى اللقاء والى فيديو اخر ان شاء الله.